مشتركي سبورانيت. اليوم ان شاء الله باش نحكي لكم على حاجه اسمها قابليه القسمه، باش نشوفوا وقتاش العدد يكون قابل للقسمه على 2 على 3 على 4 على 5 6 8 9 11 12 15 25، معناتها شنو الشروط باش يكون قابل للقسمه على الاعداد هذوما. بالطبيعة باش نخدم كل عدد وحده، باش نبدا باول اول عدد هو قانون القسمه على 2. شنو هو نص القانون هذا؟ وقتاش يكون A بطبيعة عدد صحيح طبيعي قابل للقسمة على 2؟ قابل للقسمة على 2 في حالة شنو؟ في حال كان أحد A شبيه زوجي، في حالة كان رقم أحاده زوجي. شو معناتها رقم أحاده زوجي؟ معناتها رقم أحاده يصفر يا 2 4 6 وإلا 8. مثال عندي الرقم ذا، هل هو قابل للقسمة على 2؟ نعم، علاش؟ لخاطر رقم أحاده صفر. أخذ مثال ثاني، مثال العدد ذا، هل هو قابل للقسمة على 2؟ لا. علاش؟ قديش رقم الأحاد متاعها؟ رقم أحاده 9، 9 هو عدد فردي، إذا العدد هذايا ليس بقابل للقسمة على 2. تفهمنا؟ قانون القسمة على 2 قانون سهل وبسيط. بعد القانون الثاني هو قانون القسمة على 3. عدد صحيح طبيعي، وقتاش يكون قابل للقسمة على 3؟ قابل للقسمة على 3 بطبيعة هو عدد صحيح طبيعي قابل للقسمة على 3 إذا كان مجموع أرقامه قابل للقسمة على 3. شو معناه؟ مثال عندي العدد هذا، باش نعرف اللي هو قابل للقسمة على 3 يكفي إني نجمع أرقام. شو معناتها؟ معناتها 9 مع 1 مع 8 مع 3 مع 4 مع 1. قداش تجي النتيجة هذه؟ 10 18 21 25 26. هل انه 26 يقبل القسمه على 3؟ لا، اذا العدد نتاعي هذا ليس بقابل للقسمه على 3. تفهمنا؟ نعطيكم مثال اخر، مثال هذا كيف كيف. شنو باش نعمل؟ 5 مع 1 مع 6 مع 7 مع 8 مع 3 يساوي عندي 12 19 27 27 30. هل انه 30 مضاعف 3؟ نعم، اذا العدد هذا نتاعي قابل للقسمة على 3. تفهمنا؟ اذا باش نعرف العدد صحيح الطبيعي قابل للقسمة على 3 يكفي اني اقوم بجمع ارقام، نجمع الارقام نتاعهم ونشوفهم، اذا كان من مضاعف 3 اذا هو قابل للقسمة على 3. بعد تو نشوف قانون القسمة على 4. وقتاش يكون عدد صحيح طبيعي قابل للقسمة على 4؟ في حالة شنو؟ في حال كان العدد المؤلف من الأحاد والعشرات يقبل القسمة على 4. إذا قابل للقسمة على 4 في حالة كان العدد المؤلف من أحاده وعشراته قابل للقسمة على 4. مثال ناخذ العدد هذا، باش نعرف اللي هو قابل للقسمة على 4 يكفي اني نشوف العدد المؤلف من الأحاد والعشرات اللي هو 48. هل انه 48 تقبل للقسمة على 4؟ نعم، 48 قابل للقسمة على 4 وإلا من مضاعفات 4، إذا العدد متاعي قابل للقسمة على 4. تفهمنا؟ مثال ناخذ مثال آخر، هل انه العدد هذا قابل للقسمة على 4؟ لا، علاش؟ لخاطر العدد المؤلف من احاده وعشراته اللي هو 33 غير قابل للقسمة على 4. به وباقي العدد هذا يكون على 4، هو باقي العدد هذا يكون على 4 يكفي اني نشوف باقي الرقم المؤلف، العدد المؤلف من احاده وعشرته. هذا بما انه قابل للقسمة على 4 اذا الباقي نتاعو قديش؟ لهنا باقي القسمة باش يكون صفر. هكا ولا
عاودوا راجعوا الفيديو نتاع القسمه الاقليديه، باقي القسمه باش يكون صفر. لهنا العدد هذا غير قابل للقسمه على أربعة. قديش باقي قسمه العدد هذا على أربعة؟ ما نبقاش نخدم فيه الكل، يكفي اني نعمل هو بيدو باقي قسمه 33 على أربعة. اذا باقي قسمه 33 على أربعة، قديش باقي قسمة 33 على أربعة؟ هي واحد، هكا ولا؟ إذا باقي قسمة العدد هذا كله على أربعة هو نفسه باقي قسمة العدد المؤلف من أحاده وعشرته على أربعة. كي يسألني ما هو باقي قسمة هذا العدد على أربعة، ما نبقاش نخطف في العملية متاعي، يكفي إني نعمل 33 على أربعة، نشوف الباقي هو واحد، إذا هو بدو نفس باقي العدد الكبير متاعي. عادة نشوف قانون القسمة على خمسة. بتبيع ا عدد صحيح طبيعي، ا قابل للقسمة على خمسة، وقتاش؟ اذا كان في حالة ما شنو؟ اذا كان رقم احاده يصفر ولا خمسة. فهمنا؟ مثال عندي العدد هذا، مش يسألني هل هو قابل للقسمة على خمسة؟ بتبيع لا، علاش؟ نخطر رقم احاده تسعة، باش نشوف هل انه العدد قابل للقسمة على خمسة، يكفي اني نشوف رقم الاحد. تفهمنا؟ باهي. تو نتعدى للقانون اللي بعده، هو قانون القسمة على ستة. ستة كيفاش تكتب؟ ستة هي يساوي ثلاثة ضارب اثنين، هكا ولا؟ وثلاثة واثنين شبيه؟ هما اوليين فيما بينهما. اذا باش تكون قانون القسمة على ستة ا عدد صحيح طبيعي يقبل القسمة على ستة، في حالة شنو؟ في حالة كان ا قابل للقسمة على اثنين، معناتها رقم احاده زوجي. والحالة الثانية انه يكون ا قابل للقسمة على ثلاثة. تفهمنا؟ خاطر ستة تكتب ثلاثة واثنين، وعندي الشرط الآخر إنه ثلاثة واثنين هما أوليين فيما بينهما، مش أي عدد يساوي مثلا آ يساوي بي ضارب سي. مش نشوف هل إنه آ شنو الحالة إنه قانون قسمة العدد آ على معناها نشوف هل إنه القانون هو بيدو ينطبق على بي في سي، لا، يلزم الشرط تكون ثلاثة واثنين أوليين فيما بينهما. اذا باش قانون القسمه على ستة لازم نشوف ا يكون قابل على اثنين رقم احاده زوجي، و ا يكون قابل للقسمه على ثلاثة، معناتها مجموع ارقامه من مضاعفات ثلاثة. تفهمنا؟ مثال ناخذ العدد هذا باش نشوف هل هو قابل للقسمه على ستة، نعم ام لا. الشرط الاولاني متوفر اللي هو قابل للقسمه على اثنين، تفهمنا؟ الشرط الثاني باش نشوف هل هو قابل للقسمه على ثلاثة، عندي صفر مع أربعة مع اثنين مع ثمانية مع أربعة يساوي، هذه باش تجيني النتيجة 10 14 18. هل انه 18 قابل للقسمة على ثلاثة؟ نعم، إذا العدد متاعي هذا كل قابل للقسمة على ستة. تفهمنا؟ نعطيك مثال آخر، عندي المثال هذا، هل انه قابل للقسمة على ستة؟ نشوف رقم الآحاد شبيه رقم الآحاد فرد واحد، إذا هو ليس قابل للقسمة على اثنين، هكا ولا؟ هو ليس قابل للقسمة على اثنين. إذا من غير ما نتعدى نشوف قابلية القسمة على ثلاثة، العدد هذايا ليس بقابل للقسمة على ستة، يكفي إنه شرط برك ماهوش متوفر، إذا ليس بقابل للقسمة على ستة. باهي. نتعدى نشوف قانون القسمة على ثمانية. قانون القسمة على ثمانية، باهي. عدد صحيح طبيعي بيع قابل للقسمة على ثمانية، قابل للقسمة على ثمانية، للقسمة على ثمانية في حالة شنو؟ في حالة كان العدد المؤلف من الآحاد والعشرات والمئات يقبل القسمة على ثمانية. في حال كان العدد المؤلف من الآحاد والعشرات والمئات، من الآحاد والعشرات والمئات قابل للقسمة على ثمانية، قابل للقسمة على ثمانية. شو معناتها؟ معناتها يكفي إني نشوف العدد المؤلف من الآحاد والعشرات والمئات. إيه ناخذ العدد هذا باش نشوف هل هو قابل للقسمة على ثمانية، يكفي إني نشوف العدد هذا 348 هل هو قابل للقسمة على ثمانية. بالطبيعة نجي نعمل عملية قسمة عادية، أسهل إني نعمل ثلاثة أرقام هذوما من إني نعمل العدد هذا الكل، هكا ولا؟ 348 قاسم
8. هكا قول لي عندي 32 قسم 8 هي 34 قسم 8 هي 4، لهنا تعطيني 32 والباقي 2. هكا قول لي 28 قسم 8 تعطيني لهنا 3 3، لهنا 24 والباقي 4. اذا هل انه العدد هذا قابل للقسم على 8؟ لا، لخاطر القسم نتاعي غير مستوفات. اذا العدد هذا كل شبي غير قابل للقسم على 8، هذا غير قابل للقسم على 8، وباقي العدد قسمة العدد هذا على 8 هي شنو؟ هي 4، هي نفسها باقي قسمة هذا العدد. وباقي قسمته، باقي قسمته على 8 هو 4، نفس العدد، نفس باقي قسمة العدد هذاك. تفهمنا؟ يكفي اني نشوف العدد المؤلف من الآحاد والعشرات والمئات. بعد تو نشوف قانون القسمة على 9. عدد صحيح طبيعي يقبل القسمة على 9 في حال كان مجموع أرقامه قابل للقسمة على 9، في حالة كان مجموع أرقامه قابل للقسمة على 9. قانون 9 و3 كيف كيف. ماهي شو مثال عندي العدد هذا، باش نعرف هل هو قابل للقسمة على 9 يكفي اني نجمع ارقام نتاعو. اذا 1 مع 2 مع 3 مع 1 مع 9 مع 8 مع 1 يساوي عندي هذه 10 18 19 19 20 23 24 25. هل انه 25 مضاعف للتسعة؟ بالطبيعة لا. اذا العدد نتاعي هذا غير قابل للقسمة على 9. باهي، نعطيكم مثال واحد اخر. مثال هذا باش نشوف مثال اخر يكون فيه العدد قابل للقسمة على 9. ناخذ مثال هذا 7218 باش نشوف هل هو قابل للقسمة على 9. نجمع ارقام 8 مع 1 مع 2 مع 7 يساوي 8 و2 10 17 18 يساوي 18. هل انه 18 من مضاعفات 9؟ نعم. اذا العدد هذا شبيه قابل للقسمة على 9. فهمنا؟ اذا باش نشوف قابلية القسمة على 9 كيف كيف يكفي اني نجمع الارقام ويكون مجموع ارقامه من مضاعفات 9. تعال تو نشوف قانون القسمة على 11. قانون القسمة على 11 به عدد صحيح طبيعي، ديما نخدم في مجموعة الاعداد الصحيحة الطبيعية. وقتاش يكون قابل للقسمة على 11؟ قابل للقسمة على 11 في حال شنو؟ في حالة، ركزوا في هذه، كان الفارق بين شنو وشنو؟ بين مجموع منازل التي ترتيبها زوجي، بين الفارق بين مجموع المنازل التي ترتيبها زوجي ومجموع المنازل التي ترتيبها فردي يقبل القسمة على 11. شو معنى هالهنا؟ مثال ناخذ العدد هذا، باش نشوف هل هو قابل للقسمة على 11 شنو نعمل؟ هذه المنازل اللي ترتيبها، هذه شنو الترتيب نتاعها؟ الترتيب 1 2، نرتبهم 3 4 5 6 7 8 9 و10. شو معناتها مجموع المنازل التي ترتيبها زوجي؟ نجي نجمع المنازل اللي ترتيبها زوجي، معناتها 2 4 6 8 و10، اللي هما 2 مع 9 مع 8 مع 3 مع 10. هذه مجموع المنازل التي ترتيبها زوجي. باهي، ونجي نجمع المنازل التي ترتيبها فردي، معناتها 4 مع 8 مع 5 مع 7 مع 9، ونشوف الفارق بين هذوما الزوز. اذا كان الفارق يقبل القسمة على 11، اذا العدد نتاعي هذا كل شبيه قابل للقسمة على 11. تعال نشوف قانون القسمة على 12. قانون القسمة على 12 بالطبيعة نحكي على الأعداد الصحيحة طبيعية. إذا نص القانون عدد صحيح طبيعي قابل للقسمة على 12
للقسمة على 12 في حالة ما إذا كان A قابل للقسمة على شنو؟ على 3 و 4. علاش؟ على خاطر 12 تساوي 3 ضارب 4، و 3 و 4 شبيهم أوليين فيما بينهما، على خاطر القسم المشترك بيناتهم الزوز هو 1. باهي؟ خاطر 3 و 4 ولأن 3 و 4 أوليين فيما بينهما. بينهما. فهمنا؟ هذيك علاش باش تكون يعني A قابل للقسمة على 12 يزم يكون قابل للقسمة على 3 وفي نفس الوقت قابل للقسمة على 4. شو معناتها قابل للقسمة على 3؟ معناتها مجموع أرقامه من مضاعفات 3، يعني مجموع أرقامه من مضاعفات 3 والعدد المؤلف من الآحاد والعشرات شبيه العدد هذايا من مضاعفات 4. مثال، ناخذ المثال هذا. هل انه قابل للقسمة على 12؟ اول حاجة نشوف انه العدد المؤلف من الاحاد والعشرات هو من مضاعفات 4، اذا هو قابل للقسمة على 4، اذا الشرط هذا متحقق. يكفي اني نشوف هل هو قابل للقسمة على 3، يكفي اني نجمع الارقام نتاعو. شنو باش تعطيني لهنا؟ باش تعطيني 4 مع 2 مع 3 مع 8 مع 3 مع 1 يساوي عندي 3 و 2 8 و 2 10 14 17 20 21. هل انه 21 من مضاعفات 3؟ نعم 21 من مضاعفات 3، اذا العدد نتاعي شبيه هذايا قابل للقسمه على 3، بما انه قابل للقسمه على 4 و 3 اذا هو قابل للقسمه على 12. فهمنا؟ ملاحظة، إذا كان هو كان قابل للقسمة على 1 مثلا على 3 وماهوش قابل للقسمة على 4، إذا هو ليس بقابل للقسمة على 12. باش يكون قابل للقسمة على 12 يلزم الشروط هذوما زوز يكونوا متحققين في العدد نتاعي. نشوف قانون القسمة على 15. قانون القسمة على 15 بالطبيعة نزيد نتأكد نحكي على الأعداد الصحيحة الطبيعية، نزلنا في مجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية. إذا A قابل للقسمة على 15 في حال ما إذا كان A قابل للقسمة على 3 و 5. علاش؟ الخطر 15 يساوي 3 ضرب 5، هاي و 3 و 5 شبيهم أوليين فيما بينهما. نزيد نأكد على الشرط هذا أنه 3 و 5 أوليين فيما بينهما. شو معناتها؟ معناتها يكون رقم أحاده 0 ولا 5 ومجموع أرقامه من مضاعفات 3. من مضاعفات 3. نعطيكم مثال، عندي المثال هذا مثلا. هل انه قابل للقسمة على 15؟ شوفوا الرقم الاحاد نتاعو 1، هل انه 1 من مضاعفات 5؟ لا، اذا هو غير قابل للقسمة على 15 طول ما غير ما نتعدى نشوف قابلية القسمة على 3. باهي، نعطيكم مثال واحد اخر، عندي المثال هذا. هل انه قابل للقسمة على 15؟ عندي رقم احاده 0، اذا هو قابل للقسمة على 5، الشرط نتاع 5 متوفر. نشوف توا قابلية القسمة على 3، شنو نجي نعمل؟ نجمع ارقامه 0 مع 4 مع 8 مع 3 مع 4، هكا ولا عندي 8 و 8 16، 16 و 3 يساوي 19. هل انه 19 من مضاعفات 3؟ لا، اذا هو غير قابل للقسمة على 15. باهي، صحيح هو قابل للقسمة على 5 ولكن غير قابل للقسمة على 3، اذا غير قابل للقسمة على 15. باش يكون قابل للقسمة على 15 كما قانون القسمة على 12 يلزم من الشروط الزوز يكونوا متوفرين. باهي، باش نخدموا عليهم برشا في التمارينات، تزيدوا تتابعوني في الفيديوهات الجاية ان شاء الله. باش نختم لكم قانون القسمة على 25. عدد صحيح طبيعي قابل للقسمة على 25 في حال شنو؟ في حال كان العدد A قابل للقسمة على 25. شنو الشروط متاعي؟ في حال كان العدد المتكون من رقم أحاده ورقم عشراته قابل للقسمة على 25. العدد المتكون من أحاده وعشراته قابل للقسمة على 25. قابل للقسمة على 25، إذن هو العدد متاعي قابل للقسمة على 25. باهي، وعندي شرط آخر في قانون القسمة على 25، عندي ملاحظة أخرى، إنه يكون العدد المتكون من الأحاد والعشرات 0 0، معناتها رقم أحاده 0 ورقم عشراته 0، زاد هذا يكون قابل للقسمة على 25. نعطيكم مثال، مثال عندي العدد هذا.
هل إنه قابل للقسم على 25؟ شنو هو العدد المتكون بالأحاد والعشرات؟ 0 0. إذن هو قابل للقسم على 25. نعم عندي هذا متوفر. باهي مثال نعطيكم العدد هذا، هل هو قابل للقسم على 25؟ يكفي إني نشوف العدد المتكون من الأحاد والعشرات اللي هو 75. 75 مضاعفات 25، إذن نعم هو قابل للقسم على 25. فهمنا الفيديو هذا، يعطيكم ملخص على قانون القسمة على بعض الأعداد اللي باش نستعملوهم إن شاء الله في الدرس نتاعنا.